نظمت جامعة مصر للمعلوماتية إعلان جوائز هاكسون لتغير المناخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 80 فريقا من جامعات مصرية وعربية وإفريقية. ومن المقرر أن يتم عرض المشروعات الفائزة بالمسابقة في قمة المناخ التي تنظمها مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. خطوة نحو رفع الوعي المجتمعي تجاه التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، نظمت جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة في علوم البيانات والتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا احتفالية للإعلان عن جوائز كاثون تغير المناخ. بتعتبر يعني خلية مليئة بالنشاط في العاصمة الإدارية الجديدة، طلبة وطالبات يعني شباب المستقبل. تاني حاجة إن الاهتمام بموضوع مؤتمر المناخ اللي هيعقد في شرم الشيخ الشهر القادم ده من الموضوعات المهمة. قضية المناخ يمكن قضية تكون بعيدة شوية عن اهتمامات الناس لحد دلوقتي، لكن بدأ الاهتمام يزيد أما بدأوا يشوفوا التغيرات المناخية الضخمة في العالم. إحنا لينا دور في زيادة الوعي الطلابي للتطبيقات التقنية اللي بتخدم مشاكل المجتمع، وبالتالي جت فكرة الهاكاثون كمان بالتزامن مع مؤتمر الأطراف، قمة الأطراف في شرم الشيخ COP27. ففكرنا أنه أول هاكاثون تعمله جامعة مصر معلوماتية يبقى بيخدم أهداف التنمية المستدامة. إنجاز كبير جدا حصل على مدار الفترة اللي فاتت، وصلت إلى تتويج فرقتين الحقيقة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المسابقة النهائية اليوم في الطاقة النظيفة. مشروعات الطلاب دي من أهم الحاجات اللي هي إحنا لازم نشتغل عليها في الجامعات المصرية كلها، سواء خاصة أو حكومية أو أهلية، لأن هي دي اللي بتدينا المبدأ لريادة الأعمال. المسابقات جاءت بمشاركة 80 فريق من جامعات مصرية وعربية وإفريقية، بالإضافة إلى حضور 30 رئيس جامعة حكومية وأهلية وخاصة. إحنا كان البروجكت بتاعنا عبارة عن environmental. إحنا عامة إحنا كنا بنعيد استخدام المخلفات البيئية مرة تانية بدل ما نحرقها، وده بيأثر على الكلايمت تشينج والانفيرومنتال بوليوشن. الحمد لله، لا شعور الحمد لله مبسوط جدا جدا. ده فعلا كان مجهود مدة طويلة اشتغلنا فيها وقدرنا نوصل لسيستم فعلا هيفيدنا جدا لو طورناه على المدى البعيد. خلال الاحتفالية تم عرض المشروعات الفائزة بالمسابقة للإعلان عن جوائز كاثون تغير المناخ.